علمنا القديس يوحنا إصحاح 16 وعدد 5 السيد المسيح بيقول للتلاميذ: وأما الآن فأنا ماضي إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم، لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. هنا المسيح بيقول للتلاميذ خير لكم أن أنطلق، مش ليا، خير لكم. طب ليه؟ إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. وطبعا هنا المسيح بيقول للتلاميذ حقيقة في منتهى الأهمية، إن كان هو جه علشان يتمم الخلاص والفداء وأخلى ذاته واتجسد ومات على الصليب وقام الأموات، لكن لما هيصعد للسماء هيرسل المعزي. ليه؟ أهمية الروح القدس، إن الروح القدس هو اللي هيبقى مش بس يكون معاكم، هيبقى فيكم، هيبقى معاكم وفيكم. الروح القدس ده هيأخذ مما لي وخبركم، ده هو ده اللي هيرشدكم إلى جميع الحق، ده اللي هيبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أهمية الروح القدس المسيح نفسه هو اللي شرحها للتلاميذ. وبعدين نيجي ناس كتير دلوقتي تيجي تقول شكوى من الناس كلها، يقول لك أنا عندي فطور روحي، أنا صلاتي بقت روتينية، صلاة فاترة، بصلي بشفتي لكن قلبي مش هنا، حتى بسرح في الصلاة. شكوى كتير قوي قوي الناس بتشتكي من ضعف في النمو الروحي، مفيش نمو روحي، مفيش سلوك روحي، والناس مغلوبين من الخطية، مغلوبين من العالم، مغلوبين من الشهوة. الحقيقة السبب واضح جدا، السبب بولس الرسول قاله في آيتين في تسالونيك الأولى 5:19، قال لا تطفئوا الروح، وفي أفسس 4:30 قال ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. يبقى إما الروح مطفي أو الروح إيه؟ حزين. يبقى السبب في إن إحنا عندنا ضعف روحي مش علشان إن إحنا مش عايزين ننمو روحياً، عايزين بس مش عارفين السكة. فالمسيح النهاردة بيقولنا دي السكة، هي الطريقة، هو خير لكم أن أنطلق.
إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. عشان كده هو اللي حيقوم بكل العمل بدالي، يأخذ مما لي ويخبركم. وأنا عايز أقول بعض الضعفات اللي إحنا بنعيش فيها ومش قادرين نخرج منها، وذلك بسبب غياب الروح القدس، أو الروح القدس مطفي أو حزين. هتكلم عن 8 نقط بس وبسرعة عشان الوقت. أول حاجة صعوبة التوبة والتحرر من الشهوات الجسدية. صعوبة التوبة والتحرر من الشهوات الجسدية. الحاجة الثانية ضعف الصلوات، صلوات ضعيفة. يقول لك الصلاة مش تحديها، يعني يا دوبك توصل للسقف وترجع، ما فيش حاجة بتحصل، لا استجابة للصلاة ولا تعزية في الصلاة ولا حاجة خالص. غياب القداسة، ما فيش قداسة، الأفكار كلها نجاسة وأفكار زنا وأفكار شهوة، إيه اللي بيحصل؟ الحاجة النقطة الرابعة عدم الحكمة وتمييز، ما فيش حكمة وفيش تمييز روحي، ما حدش عارف حتى الفرق بين الخير والشر. 5 الاعتماد على الآخرين بالتمام في التعليم والإرشاد. كل واحد يعتمد على الآخر، إن كان مرشد روحي، إن كان مدرس مدرسة الأحد، إن كان أب كاهن، أو إن كان أي نوع من الإرشاد أو الكتب غيره، بيعتمد بالتمام والكمال على الآخرين في التعليم والإرشاد. 6 فقدان السلطان، ما فيش سلطان، إحنا أصحاب سلطان، وحكلم عن الموضوع ده. 7 ندرة المواهب الروحية، بتكلم بقى عن أفراد كأفراد وعلى الكنيسة ككنيسة. 8 قلة الفضائل المسيحية اللي هي ثمر الروح. نتكلم نقطة نقطة ونشوف العلاج في الآخر. أول نقطة صعوبة التوبة والتحرر من الشهوات الجسدية. طب أنت هتتوب إزاي؟ لو الروح القدس مطفي أو حزين فيك، السيد المسيح قال كده برضو في يوحنا 16 انه بيبكت على ايه؟ خطية وعلى بر وعلى ايمان. يبقى اذا لو الروح القدس لا يعمل فيا، ما فيش تبكيت على الخطية. تلاقي الانسان بيعمل الخطية وهو مش دريان وخزات الضمير. ليه؟ اللي بيحصل يا جماعة، عايز اقول لكم على حاجة، لو الانسان استمر يقاوم الروح القدس وعمل الروح القدس، بتحصل قساوة في القلب. شوفوا القديس استفانوس كان في عظته الشهيرة في أعمال 7 يقول لهم إيه؟ يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقاومون الإيه؟ الروح القدس. بيقاوم الروح القدس، الروح القدس يقول لك دي خطية، المكان اللي أنت رايحه ده مكان نجس ما تروحش فيه، المشروع اللي أنت داخله ده مشروع مش حسب مشيئة الله، طريقتك في التفكير غلط، حياتك غلط، لسانك مليان إدانة واسم، وانت مش عايز تستجيب لصوت الروح القدس، بتقاوم عمل الروح القدس. عشان كده تبص تلقى ان الناس مفيش توبة، الناس مش قادرة تتوب، مش قادرة تتوب، بيقاوموا عمل الروح القدس اللي هو بيبكت على ايه؟ بيبكت على خطية. مش عايز اقول لكم بس، او يعني عايز اقول لكم اكتر من كده، الروح القدس ممكن ان هو يحررنا حتى من الشهوات الجسدية. يقول معلمنا بولس الرسول في رومية 8:13 لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح، روح الله يعني، تميتون أعمال الجسد فستحيون. يبقى الروح القدس ممكن يخليني إن أنا أقدر إن أنا أميت أعمال الجسد. اللي أعمال الجسد هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، إلى آخره، كل الليستة الصعبة الموجودة في غلاطية 5:18 أظن 19. فالحقيقة يعني الإنسان اللي مليان بالروح القدس بيسلك بالروح، وفعلا لو حتى حربته الشهوات الجسدية لا يكمل شهوة الجسد. يقول بولس الرسول في غلاطية 5:16 وإنما أقول اسلكوا بالروح إيه؟ فلا تكملوا شهوة الجسد. لو سلكت بالروح، لو الروح القدس بيعمل فيك، يبقى أنت مش ممكن شهوات الجسد هتنتصر عليك. يبقى إذن يا جماعة
ياريت ان احنا النهاردة نبتدي نعرف اهمية الروح القدس في حياة التوبة والتحرر من ايه؟ من الشهوات الجسدية. دي النقطة الاولانية. النقطة الثانية ضعف الصلوات. واحد يقول لك انا حتى بصلي غصب عني، ما لياش شهوة كده ان انا اصلي، ما نيش حر في الصلاة، مع ان المفروض نكون حارين في الروح. الصلوات فترة وبردة وطلعة من الشفتين وحاجة صعبة خالص. محدش بيسهر في الصلاة، محدش بيكرس وقت مخصوص يصلي فيه علشان يبقى في محضر الله يستفاد وينتعش وفعلا ان هو يشعر انه عنده سلام وعنده فرح. طب ايه اللي بيحصل؟ ليه الصلاة بتاعتنا فترة وصعبة كده؟ السبب النقطة اللي جاية دي، لان الصلاة ليست في الروح وليست من خلال الروح وليست بقوة الروح القدس. في رسالة يهوذا هي صح واحد عدد 20 يقول إيه؟ وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس. يا جماعة الصلاة اللي تيجي من الجسد دي متنفعش، الصلاة من الشفتين دي متنفعش، لازم نصلي في الروح القدس، لازم نصلي في الروح القدس. يعني يكون الروح القدس ليه حضور في القلب وفي الكيان وفي البيت وفي الحياة وفي السلوك، عشان كده نصلي بالروح أو نصلي في الروح زي ما بيقول هنا. دي كررها بولس الرسول في أفسس 6:18، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. الله، يعني مش مرة صلي في الروح ومرة صلي كده صلاة روتينية، لا، ده بيقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. يعني الصلاة اللي مش في الروح دي بتحسبش انها صلاة، اي صلاة او كلام بيتقال وخلاص. بقضي حاجة لازم ابونا قالي تصلي لازم باكر والغروب والنوم، تصلي مرتين في اليوم، 3 مرات 5 مرات، انا بقضيها، لكن ما هي صلاة روحية. عشان كده يا احبائي احنا عايزين نصلي في الروح ونصلي بالروح أيضا زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 14:15، فما هو إذن أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، يعني يكون ذهني حاضر لكن بصلي بالروح، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا، يبقى أصلي في الروح وأصلي بالروح. ده من أكتر من كده، ده الروح القدس هو اللي بيصلي فينا. خلي بالكم من الآية اللي قالها بولس الرسول في رومية 8:26، وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي من أجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. مين جرب الصلاة اللي بالروح؟ اللي الروح يشفع، تبص للروح القدس بيوجهك عشان تصلي من أجل أمر معين، شخص معين، حالة معينة. دي الصلاة اللي بالروح يا جماعة. طب ما فيش صلاة بالروح ليه؟ يا إما روح القدس حزين، يا إما يا إما مطفي. يبقى قلنا صعوبة التوبة وضعف الصلوات. الحاجة الثالثة غياب القداسة، ما فيش قداسة. هو اسم الروح الايه؟ الروح القدس، يبقى هو روح القداسة. حتى في احنا نقول عنه في الأجبية في صلاة الساعة الثالثة، روح القداسة والايه؟ والعدالة والسلطة، هو روح القداسة. يعني هو الروح اللي بيدي قداسة، الروح اللي بيدي قداسة، هو اللي بيقدس هذا الهيكل اللي هو جسد، جسدي وجسدك وجسدك اللي بيقدسه من روح القدس. يقول معلمنا القديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى 3:16، أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس، لأن بيسكن فيه الروح القدس. فعشان كده هيكل الله مقدس الذي أنتم، هو أنتم هيكل الله. عشان كده يا أحبائي، يعني لو الإنسان كان عايش في الخطية وعايش في العالم وعايش، لكن دلوقتي المفروض إن احنا لما نرى الكلام اللي جاي ده، شوف الروح القدس ينقل النقلة العجيبة دي من نجاسة، من زنا، من يعني خطايا مش عايز أقول مميتة وبس، يعني حتى ذكرها أيضا قبيح،
إلى قداسة. يقول كده في كورنثوس الأولى إصحاح 6:9، يقول أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. شوفوا بقى عمل الروح القدس. هكذا كان إناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. باسم الرب وإيه؟ روح إلهنا، روح القدس. يبقى روح القدس بيغسل وكمان بيقدس، بيغسلنا من خلال المعمودية ومن خلال سر الميرون. لكن هل أنا فعلا عايش مسحة الروح القدس اللي خدتها؟ هل أنا تقدست فعلا حقيقي، تقديس حقيقي؟ عشان كده أحبائي في غياب للقداسة، والفكر بيجيب ويودي وأفكار، وناس تطلع على الإنترنت وعلى الويب سايتس ويشوف المناظر ويشوف حاجات، وبنسمع عن يعني أمور صعبة خالص. غياب القداسة عشان روح القدس غير موجود أو غير عامل. هو موجود لكن غير عامل. طيب رابع حاجة، عدم الحكمة والتمييز. ما هو عدم الحكمة ده بيوقعنا في مشاكل كتير. والروح القدس اسمه روح الايه؟ روح الحكمة. في أشعياء 11:2 دي نبوة عن السيد المسيح، ويحل عليه روح الرب. لما حب يعرف روح الرب قال انه روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ما فيش حكمة. تبص تلقى الواحد سنه 60 و70 سنة لكن يقول كلام ملوش معنى ويخرف، يوقع الناس في بعض. ايه؟ مفيش حكمة. مع ان المعروف ان السن كل سنة ما يكبر في السن المفروض يكون عنده حكمة. لكن يا جماعة في حكمة ارضية جاية من العالم، جاية من خبرة السنين، لكن في حكمة روحية، حكمة النازلة من فوق، دي حكمة الروح القدس، لأنه هو روح الحكمة بيدي حكمة. عشان كده بولس الرسول كان بيصلي لأهل أفسس في أفسس 1:17، يقول كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. فإحنا محتاجين إلى الحكمة، محتاجين إن إحنا كمان نتعلم إزاي نميز الخير من الشر، إزاي يعني نقارن الروحيات زي ما قال هنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى الإصحاح 2:12 ولغاية 15، ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله. خدت إنهي روح بقى؟ اسأل نفسك الروح اللي من الله. لو خدت الروح من الله هتعرف الأشياء الموهوبة ليك من الله. خدنا روح الله الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي اللي ما خدش الروح القدس لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. أما الروحي، الإنسان اللي فيه الروح القدس ومملوء بالروح القدس إيه بقى؟ فيحكم في كل شيء، وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، أما نحن فلنا فكر المسيح. يبقى ما فيش حكمة وما فيش تمييز، لأنه الروح القدس يا إما مطفي يا إما حزين. نمرة 5 اللي هي الاعتماد على الآخرين بالتمام في التعليم والإرشاد الروحي. مش غلط انك انت تتعلم من كل انسان معلم عنده موهبة التعليم، انك تسمع عظات، انك تقرأ كتب كويس قوي، لكن مش كل حاجة كده. لازم يكون في تعليم من الروح القدس، لان الروح القدس لازم يعلمك ويرشدك. لانه يوحنا رسول وضح وشرح الحتة دي بالتفصيل الكامل، محدش يقدر ان هو يقول ان انا بجيب حاجة من عندي، لا، ده الانجيل اللي قال كده، بيقولوا اما انتم فالمسحة التي اخذتموها، مسحة ايه؟ مسحة الروح القدس، ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم ان يعلمكم احد. مش محتاجين حد يعلمكم،
بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء. صوروا بقى الروح القدس يعلمك عن كل شيء، تقرا الانجيل تفهم لاهوت. تفتكروا يا جماعه الناس اللي بيشرحوا الانجيل والناس اللي بيعظوا دول هو مش احسن منك ولا احسن من اي حد هنا ابدا، هو الروح القدس اللي بيعلمهم. الروح القدس بيفتح الذهن، بينور الذهن، يخليك تفهم كلمه ربنا وتفهم المعاني اللي موجوده، وتقدر تقارن الروحيات بالروحيات، وتعرف العهد القديم والجديد وايه النبوه دي اتحققت ازاي. ده كله عمل الروح القدس. عشان كده بيقول كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. لكن تبص لأن الناس كلها ما حدش بيتعلم إلا الكلام اللي بيسمعه، وبعد اللي بتسمعه أنت بودنك ممكن يطير، لكن اللي أنت بتختبره لما بتعرفه عن طريق عمل الروح القدس ده أنت يثمر فيك، وكمان ممكن أنك تفيد الآخرين بيه. فعشان كده تلقى الناس كلها بتعتمد على التعليم، محدش بيتعلم من الروح القدس، محدش بيفتح الإنجيل والروح القدس يعلمه يقولك أنا مش فاهم الإنجيل، الإنجيل صعب، رسالة بولس الرسول للأهل روميا والعبرانيين مش فاهم فيها حاجة. تتصوروا إن كل ما صعبت الرسالة كل ما فيها معاني روحية في منتهى العجب. ففيش حاجة اسمها صعبة خالص في كلمة ربنا، وروح القدس هو اللي حيديلك. صحيح ان في ارشادات وفي اقوال الاباء حلوة خالص، بس هم خدوها كمان بالروح القدس وبتنور لنا، لكن احنا كمان علينا ان احنا نفحت في الانجيل عن طريق عمل الروح القدس فينا، ونخرج جددا وايه وعتقاء. فدي نمرة 5 اما عن الارشاد، لأن كل الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله. روح الله ممكن يرشدك يقودك. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. واحد يقول لك أنا مش عارف أنا ابن ربنا ولا مش ابن ربنا، روح القدس هيقول لك. الروح أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، في شهادة من الروح القدس هو اللي حيشهد ليه، لأن إحنا خدناش روح العبودية، إحنا خدنا روح التبني، خدنا روح البنوة، نصرخ به يا أبا الآب. عشان كده الرب يسوع قال كده، ومتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع تكلم به ويخبركم بأمور آتية. نمرة 6 فقدان السلطان. أنت صاحب سلطان وأنت صاحبة سلطان، بس فين السلطان ده؟ المسيح أعطانا، ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. بقيت الآية حد عارفها؟ ولا يضركم شيء. برافو، ولا يضركم شيء، فيش حاجة تضرك خالص. طب فين السلطان ده؟ ده في ناس بتخاف من أي حاجة، بتخاف من خيالها. طب فين السلطان ده؟ فين السلطان يا جماعة؟ سلطان ده المسيح ادانا سلطان. وبعدين عايز اقول لك حاجه، السلطان ده لازم انت بتستخدمه. الرب يسوع في متى 2:12-28، ولكن كنت انا بروح الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله. عشان كده بتخاف من الشيطان، الشيطان المفروض يخاف منك انك انت واخد روح الله. فان كنت فعلا انت مليان بالروح القدس تقدر انك انت فعلا مش بس انك انت مش ما تخافش من الشيطان، لا يكون ليه سلطان، يكون ليك سلطان على الارواح الشريره. شوفوا بولس الرسول في اعمال 16:18، الجاريه اللي كان فيها روح عرافه التفت الى الروح وقال انا امرك باسم يسوع ان تخرج منها، فخرج في تلك الساعه سلطان. لكن السلطان ده ضايع، ولا يضركم شيء، دي مش قادرين نفهم، فيش حد يقدر يضرك، ده انت صاحب سلطان، ده الناس تخاف منك المفروض لانك انت رجل الله او انت بنت المسيح. عشان كده احبائي فقدان السلطان ده نتيجة ان الروح القدس مطفي او حزين. نمرة 7 ندرة المواهب الروحية. فين المواهب الروحية اللي موجودة في الكنيسة يا جماعة؟ ده المفروض ان احنا كل واحد وكل واحدة فينا لازم يكون ليه نصيب في المواهب الروحية اللي موجودة في كورنثوس 12 واللي موجودة كمان في روميا 12. في كورنثوس 12 طبعا هقول بسرعة المواهب في العدد 8، ف
فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز أرواح الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. فين المواهب الروحية؟ فين المواهب الروحية اللي موجودة كمان في الرسالة الأهل روميا الإصحاح الاثناشر، وبولس الرسول بيتكلم عن ان المواهب دي لازم تكون موجودة في الكنيسة، كل واحد عنده موهبة يخدم بيها، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا، أنبوة فبالنسبة للإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فبكتاد، إلى آخره. فندرة المواهب الروحية وأيضا ندرة الفضائل الروحية. فين ثمر الروح؟ غلط يا 5:22. أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول، أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. فين الحاجات دي؟ فين المحبة في الكنيسة؟ فين السلام؟ فين الفرح؟ فين الصبر وطول أهل آخره يا جماعة؟ عشان كده الحقيقة إحنا محتاجين إن إحنا نشوف العلاج إيه. يقول متقوين بكل قوة في كولوسي 1:11، قوة الروح القدس بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أناه بفرح. صبر وطول أناه بفرح، لو في قوة، قوة الروح القدس. طب إزاي بقى نعالج انطفاء الروح القدس وأحزان الروح؟ الآية في أفسس 5:18، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل إيه؟ امتلئوا بالروح. يبقى إذن العلاج هو أن نمتلئ بالروح القدس، هو ملء الروح القدس. طب إزاي أمتلئ بالروح القدس؟ وده السؤال بقى. أول حاجة الصلاة، يعني حتى لو صلاتك فترة، لو أنت هتطلب الروح القدس هتبقى حارة، لأنها صلاة بحسب مشيئة الله. شوفوا الرب يسوع قال إيه في لوقا 11:13، فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي في السماء يعطي إيه؟ الروح القدس للذين يسألونه. اطلب الروح القدس ليلا ونهارا. أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضلوا حل فيا، حل فيا، اطلب الروح القدس. أدي أول حاجة. الحاجة الثانية، قال إيه بولس الرسول في أفسس 5:18، ألا تسكروا بالخمر الذي فيه الخياعة. هنا بيتكلم عن كل خمر العالم، إن كانت الخمر المادية المحسوسة أو كل متع العالم وكل شهوات العالم. ما تسكرش بخمر العالم. عايز تمتلئ من روح القدس، امتنع عن ملذات الأرض وعن نجاسات الأرض وعن شهوات الأرض عشان تمتلئ بالروح القدس، فيزيدك قوة ونعمة وقداسة أيضا. فأداني حاجة، جحد خمر العالم. يبقى احنا الصلاة والطلبة ليل ونهار، والحاجة التانية جحد ايه؟ خمر العالم. الحاجة التالتة وحدانية الروح. انا بتكلم هنا بقى على الكنيسة او الأسرة اللي هي الكنيسة الصغيرة. في أعمال 2:1 يقول لك، ولما حضر يوم 50 اللي فيه حل الروح القدس، كان الجميع معا ايه؟ بنفس واحدة. ده ساعات الإنسان بيكون منقسم جواه، لكن الانقسام، المكان اللي فيه انقسام، الروح القدس روح وداعة، روح محبة مش موجود، لكن ساعة ما يكون في حب، ساعة ما كلنا في وحدانية الروح، الروح القدس يحل فينا. يا جماعة العلاج 1-2-3، طلب الروح القدس عشان نمتلئ. الحاجة التانية ان احنا نتفطم عن خمر العالم. الحاجة التالتة ان احنا يكون لنا وحدانية الروح. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.